بغى يقوم بغى يقوم يعدي. السلام يا ابو عصام، نبغى ناخذ منك شيء كذا. انا بدي اسمع شيء عن الايتام وكذا، كان ندمت ولا وش بدايته؟ قال انا اريد ان اقول يعني كيف ان الانشاد يؤثر. الانشاد اذا اجتمع اللحن الجميل والكلمات الجميل الهادفه، ها اجتمع هذا كله والاداء يؤثر دائما، يصل الى القلب، فما خرج من القلب يصل الى القلب. في مرة من المرات فتحنا باب التبرع للأيتام وكذا، فكان التبرع خفيف، وتأثرت أنا في الموضوع أنه التبرع كان قليل، فصعدت أنا يعني بتوفيق الله عز وجل أنه تأثرت بهذه الكلمات كثير جدا. بعد هذه الأنشودة كان التبرع بشكل يعني بشكل أكبر. أنا ممكن أتذكر هذه الأنشودة تقول: سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كما السحاب الغتون، أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون، سأبقى جميلا كما يأملون، مدين أنا لليتامى الصغار، مدين أنا لدعى المرهقين، يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين، يجودون لي بارتياح الضمير، ويكسونني حلة الطيبين. سأبقى جميلا كما يأملون، وما المال إلا سبيل الوصول إلى الله في جنة الخالدين، وما قيمة المال والأغنياء إذا بات جيرانهم جائعين، وما قيمة المال والأغنياء إذا بات جيرانهم جائعين. سأبقى جميلا كما يأملون، سأبقى جميلا كما يأملون، كريما كما السحاب الغتون، أضاحك قيثارة البائسين، وأسأل عن باكيات العيون، سأبقى جميلا كما يأملون. بارك الله فيك، بارك الله فيك ابو عصام، ما شاء الله. لا لا، ابو وسام عندك بيت.